متابعينا الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عملنا مع بعض في القناه معجنات كتيره قوي. النهارده بقى جايبه لكم حاجه تحفه هتشكروني عليها، حاجه بصوا جميله جدا جدا، 2 في 1. هنعمل مع بعض فطاير بالجبنه، بس المفاجاه النهارده ان احنا مش هنحشيها جبنه، احنا هنعجنها بالجبنه. مش قادره اقول لك بقى قد ايه هي العجينه طعمه جدا جدا وهشه وخفيفه وطعمها تحفه جدا. طبعا مش هتحتاج الحشو تاني ولا اي حاجه. يلا بينا بقى بمقادير بسيطه نعمل مع بعض احلى معجنات. في البول او العجان هنزل كده بكوبايه من اللبن الدافي، طبعا تقدري تستبدليها بكوبايه ميه، بس انا طبعا بعمل حاجه لاولادي عايزه تكون فيها قيمه غذائيه وحاجه كده مفيده، فانا بحب اعجن باللبن. ضفت كمان عليها ربع كوبايه من الزيت ومعلقه كده من الخل، طبعا ده محسن طبيعي لاي معجنات، ومعلقه واحده كده من الخميره الفوريه وزيها معلقه من السكر ونص معلقه كبيره من الملح. افتحي بقى التلاجة بتاعتك وهاتي اي نوع جبنه عندك في التلاجة، اي مثلا جبنه انت جبتيها ولادك ما حبوهاش وما اكلوهاش طلعيها واعجني بيها، هتكون طعمها حلو جدا. انا عندي هنا جبنه رودس، دي كانت بطعم الزيتون، عايزه اقول لكم طعمها كان حلو جدا جدا. هاخد منها 4 معالق على نص كيلو دقيق. يبقى معاكي جبنه اسطنبولي، جبنه فيتا، جبنه برانيلي، جبنه ملح خفيف، اي نوع جبنه استخدميها، حتى لو جبنه رومي، بس الاول هتبشريها كده في الكبه وهتاخدي منها نص كوبايه. انما لو الجبن الكريمي هناخد منها 4 معالق بس على نص كيلو دقيق. تمام كده؟ حابه كمان تضيفي معلقه كده صغيره من الزعتر جوه العجينه او حبه البركه زي ما انت حابه، انا عن نفسي نسيت. هنقلب بقى كويس جدا بالمضرب كده علشان ادوب الجبنه بتاعتي كويس قوي، وكمان ادوب السكر والخميره. بعد كده هنزل عليهم ب4 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات، طبعا نخلتهم كويس قوي، وهبدا بقى اعجنهم كويس جدا سواء بايدي او بالعجان، يعني مش اقل من 5 دقائق. عايزه عجينه زي ما انت شايفه كده، عجينه طريه وفي نفس الوقت مش بتسيب تلزيقه خالص في ايدي، شايفين؟ عايزه اقول لك المقادير دي مظبوطه جدا جدا، مش هتحتاجي خالص لا دقيق ولا سوائل تاني. شايفين بقى العجينه عامله ازاي؟ العجينه يا جماعه طريه مش يابسه في ايدك، فيها تلزيقه زي ما قلنا وفي نفس الوقت مش بتسيب اثر. هجيب كده بوله صغيره وبدهنها كده حبه من الزيت، وبرده بدهن وش العجينه بتاعتي كده برده من الزيت علشان ما تلزقش معايا في الاستريتش راب، وبسيبها تخمر يعني نص ساعه او ساعه الا ربع او حتى ساعه حسب المكان اللي انا هسيبها فيه. وطبعا في الجو اللي احنا فيه ده مش هتاخد معاكي وقت بسرعه، وهتلاقيها اختمرت معاكي بالشكل الجميل ده، شايفين؟ طبعا كمان عشان البوله بتاعتي صغيره فبتاخدش وقت وبتخمر بسرعه. هاخد بقى العجينه بتاعتي كده على الرخامه وبالسكينه كده بقسمها نصين او حسب المكان اللي قدامك هتشتغلي فيه. هاخد نصها كده وارجع اغلفه تاني كده في الاستريتش علشان ما ينشفش معايا، وهاخد النص التاني علشان نبدا نشكل فيه مع بعض كده. من كتر ما العجينه ناعمه قوي كده في ايدي وطريه، والعجينه بتاعتها مش ناشفه، بتتفرد معايا، بصوا بتتفرد بايدي. تمام كده؟ انا هفردها على شكل مستطيل، هفردها بس كده بالنشابه علشان اسوي وشها ما يبقاش صوابع كده معلمه فيها. عايزاها بارتفاع نص سنتي، مش عايزاها عاليه قوي ومش عايزاها رقيقه قوي. وبعد كده هحاول بقى اسوي جوانب العجينه بتاعتي تاخد شكل مستطيل علشان تكون الفطاير معايا متساويه كلها. انا بقى هشكلها على شكل مربعات زي ما انتم شفتوها كده في اول الفيديو. لو انت بقى عندك غطا برطمان شكل مربع او اي قطعه او كوبايه قطعي بيها، انا ما عنديش، فانا هبدا اقطعها كده بسكينه البيتزا او باي سكينه موجوده عندك، الموضوع سهل جدا جدا. قطعت العجينه بتاعتي زي ما انتم شفتوا كده بالطول وبالعرض، وبحاول تخليهم كلهم بنفس الحجم ونفس الشكل. عندي بقى هنا صاج مدهون مسحه كده من الزيت او ورق زبده، وهبدا ارصهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهسيب طبعا مسافه بين كل واحده والتانيه عشان لسه طبعا هتخمر معايا تاني، وحجمها طبعا هيتضاعف في الفرن لما تستوي. تعالوا بقى نكمل مع بعض العجينه. طبعا اي زياده انا بشيلها من العجينه بتاعتي برجع اعجنها تاني وبفردها تاني زي ما انتم شفتوا اهو. بنشيل الجوانب بتاعتها وبنفردها الاول نص سنتي، وبنقطعها زي ما انتم شايفين كده بالطول، ونرجع نقطعها تاني بالعرض علشان ناخد شكل المربع. لو انت عندك القطاعه الموضوع هيبقى اسهل بكتير، وبرده كده يعني الموضوع سهل مش صعب خالص يعني، اهو بالشكل ده. بس تحاولي وانت بتقطعي تخليهم كلهم بنفس الحجم، شايفين بقى الارتفاع بتاعها عامل ازاي؟ نص سنتي يا جماعه، ما تكتريش عن كده وما ترققيش عن كده علشان يطلع فيها كده يعني لبه كده ويطلع فيها قلب من جوه، ما تبقاش فاضيه قوي وتبقى ناشفه معاكي. شايفين بقى ما شاء الله الكميه اللي طلعت معايا من 4 كوبايات دقيق، كميه حلوه جدا جدا. هنغطيهم دلوقتي بفوطه كده نظيفه ونسيبهم بقى يخمروا المره الثانيه، يعني حوالي ربع ساعه. في الوقت ده هولع الفرن بتاعتي علشان تكون سخنه قبل ما ادخلهم فيها. شايفين بقى بعد ما اختمرت معايا وحجمهم اتضاعف، هنجيب بقى دلوقتي هنا عندي ربع كوبايه من اللبن، ضفت عليها معلقه صغيره من الزيت ورشه بسيطه من القهوه او النسكافيه، قلبتهم كويس جدا مع بعض، وهبدا ادهن بيهم الفطاير بتاعتي كويس جدا. الدهان ده طبعا بديل لصفار البيض، لو انت حابه تدهني بصفار البيض هتجيبي صفار بيضه وعليها معلقه لبن ونص معلقه صغيره من الخل، وتقلبيهم كويس جدا وتدهني بيهم براحتك الفطاير. تمام كده؟ خطوه كمان اختياريه بس حلوه قوي قوي، انا جبت نص كوبايه من الجبنه الرومي بشرتها زي ما انتم شايفين في كبه بالشكل ده، حطيت عليها معلقه صغيره من الزعتر ومعلقه صغيره من حبه البركه وقلبتهم مع بعض. عايزه اقول لكم قد ايه الميكس ده تحفه جدا، ريحته وطعمه حلو قوي قوي بجد، بتاخد الفطاير كده لمكان تاني خالص، يبقى جبن من جوه جبنه من بره، عايزه اقول لكم طعمها خطير. هبدا اوزع كده على وش الفطاير بعد ما دهنتها باللبن زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا هي هتخش الفرن الجبنه هتسيح، هتمسك على طول بقى في الفطاير بتاعتنا ومش هتقع ولا اي حاجه، عايزه تضيفي عليهم كمان سمسم زي ما انت عايزه. هدخلها الفرن بتاعتي على حراره عاليه، طبعا انا كنت مشغلاها كده 10 دقائق بتسخن معايا على 240 في الرف الوسطاني، هتاخد معاكي حوالي ربع ساعه، وهتبصي تلاقي الفطاير بتاعتك استوت من تحت واخدت معاكي لون حلو جدا جدا. هتطفي الفرن بعد كده تولعي الشوايه علشان تحمر معاكي من فوق وتاخد الدرجه الجميله دي. عايزه اقول لك بقى هي تحت الشوايه كده وشها بيتحمر، هتشمي احلى ريحه بقى للجبنه الرومي وهي بتسيح مع الزعتر، ريحتها تحفه يا جماعه. هتطلعيها طبعا من الفرن هيكون وشها ناشف شويه، هترش عليها حبه ميه كده بسيطه وتغطيها بفوطه نظيفه لمده 10 دقائق، هتبص تلاقيها بقت زي الملبن كده، طريه جدا وقطنيه جدا جدا زي ما انت شايفه بالشكل ده. جميله قوي، جربوها وارجعوا قولوا لي رايكم فيها. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.